أشواقع جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الزيتوني عبد المجيد، ساكن بحي النهضة رقم 64 خميس زمامرة. أشتكي من واحد الملف ديال القنص. نتقدمت الهواية ديالي هي القنص، ورثتها عن أبي وجد، وتقدمت سيدي برخصة ديال القنص للسيد العامل. عندي جميع الوثائق كنتوفر عليها، كيرفض لينا الملف ما عرفناش علاش. كاينين الناس جاوا من ورانا وخادوا البيرميتاج ديالهم، وانا مدة عامين دابا وانا كنتظر. مني دفعت الملف في 2014، مني تقدمت ليه بطلب كنقول لي يا سيدي علاش ما الطلب ما قال، علاش ما تسناش هذا الملف ديالي انا، كيقول لك يا سيدي ما اختارك السيد العامل، الناس المسؤولين تما على ديال السناح، ياك راه العامل كيرفض الطلب ديالك، علاش ما عرفتش؟ صيفط لي الملف ديالي هنا للباشوية ديال الزمامرة، استدعوني مشيت عندهم قال لك راه الملف ديالك راه ردوا السيد العامل ما قبلوش، ما عرفناش حنا علاش، انا دابا كنتسائل علاش. فين هو التبسيط؟ المسطرة الإدارية، وفين هو الخطاب التفعيل الخطاب الملكي اللي كيتكلم فيه على إصلاح الإدارة ولا تسهيل المساطير بالنسبة للمواطنين؟ أنا كنتسائل علاش كرفض لي الملف ديالي وأنا كنتوفر عن جميع الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة القنص، وشكراً.